يعني ميزة عندي الحمد لله، يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه، بس أنا طول عمري اجتماعي، بحب الناس، وعشان كده عارف أيام الجامعة ياه يا دولة، تخيل يا دولة، انت عمرك ما يبان عليك العلام خالص. انا غلطان ان انا بتكلم مع جزمة زيك. انا اسف يا دولة، انا اسف، بهزر يا عم، بقى بهزر بقى، كمل يا دولة كمل. ايام الجامعة ده رمزي، ياه فكرتني بأيام زمان. عارف كنت اشهر واحد في الجامعه، كان كل الناس بييجوا يصاحبوني، كان عندي اجنده كده اهو بتاع التليفونات مليانه نمر، ومش بكتب بس النمر والاسماء، لا بكتب اوصافهم عشان ما انساهمش كمان، يعني انا مخي مش دفتر، لدرجه انهم في الجامعه ما كانوش مثلا بينتخبوا اللي هو بتاع رئيس اتحاد الطلبه، لا كانوا على طول بالتزكيه يرشحوني، هو عادل سعيد هو رئيس اتحاد الطلبه فيرشحوني على طول يعني. الله يا دوله، محبوب انت يا دوله. طب هي بقى النوته دي اللي بتاعت اصحابك؟ لا دي نوتة صغيرة بس نقيت منها أعز أصحابي، أنا كان عندي أصحاب كتير جدا، بس إيه مليين أجندة كبيرة جدا، فاختصرتها ولميتها في الأجندة الصغيرة دي. وسيبني بقى عشان عايز أعمل شوية تليفونات أعزم ناس عندي يوم الجمعة بإذن الله من أصحابي بقى. يلا دول. طب وأصحابك بقى دول هم يعني كلهم أصحابات بازارات زيك كده؟ لا، في منهم رجال أعمال، في منهم سياسيين، في منهم فنانين، لعيبة كورة. لا ما تقولش لعيبة كرة. تعرف أبو تريكة؟ أبو تريكة ده يا ابني حبيبي، أبو تريكة وأخو تريكة وخال تريكة وعم تريكة كلهم حبايبي يا ابني. الله يا دولة، أنا بموت في أبو تريكة دول. دولة أنا بقى طبعا يعني من أصحابك وحبايبك دول هم، صح؟ والله يا رمزي أنا كان بودي أعزمك، بس للأسف ما لقيتلكش تليفون أكلمك أعزمك فيه يعني. أصيل يا دولة، أصيل والله وشهم، وبتحاول تبلغني. طبعا بحاول ابلغك، عيب يا ابني انت ابن عمي، بس يعني هعمل ايه، انا مجبر على ان انت تبقى ابن عمي، انا مش بنيتي ولا بمزاجي ولا باي حاجه، وسيبني بقى دلوقتي عشان عايز اكلم صحابي. ماشي، دول هو انا يعني من اصحابك اللي بتحبهم قوي قوي دول هم ولا ايه؟ من صحابي اللي مجبر عليهم عشان قريبي، لكن لو مش قريبي ما كنتش هتبقى اصحاب ولا حاجه، فخلاص سيبني اكلم صحابي بقى لو سمحت. ماشي يا ايه. اوبا، محمد بديع. محمد بديع ده يا ابني كان بياخد رأيي في أي حاجة قبل ما يعمل أي مشوار، أي حاجة على طول يكلمني، ياخد رأيي، يقول لي إيه رأيك يا دولة، أعمل كده ولا لأ؟ أقول له أتذكر على الله. محمد بديع فظيع فظيع. سلم لي عليه يا دولة. أنت تعرفه؟ لا. يبقى خلاص مالكش دعوة، مالكش دعوة بصحابك. ألو؟ أكلم الأستاذ محمد بديع والله؟ ها؟ سافر؟ سافر إيه؟ سافر فين يعني؟ هاجر. ازاي ده ما قاليش يعني ان هو هاجر ولا مسافر ولا حاجه؟ ها؟ هاجر من 10 سنين؟ لا 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 خلاص، لا ده انا كنت صاحبه وبعدين ما بقيتش صاحبه يعني. طب شكرا شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. ما بيقوليش على كل حاجه، ما بيقوليش. انت بتكلم ليه؟ بتكلم ليه؟ صفوت سعد يا معلم، عارف ده بقى؟ ده اخر الرجال المحترمين، ده كان صاحبي جدا، عارف الوحيد اللي ما كانش بيرضى يغش في الامتحانات خالص، وكنا نقعد نقول له يا ابني ليه ما بتغشش؟ يقول لك لا، لا احب الغش، لكن بعد كده بقينا احنا اللي بنغش منه وقت طول الوقت، بس كانت ده فظيع فظيع. صفوت؟ آه. طيب، سلم لي عليه يا دولة. انت تعرفه؟ لا. خلاص ما تتكلمش خالص. الو صفوت، صباح الفل يا معلم. ايه؟ صفوت؟ هو صفوت فين؟ خد منك فلوس؟ ومش لاقيه، فين يا هربان؟ لا 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 حضرتك، احنا هنا جمعية البحث عن الهربانين. ايوه لو عايز اي حاجة بقى كلمني. شكرا شكرا شكرا. دولة دخلنا الجمعية دي والنبي يا دولة ابن فريق. ولا انا حاسس من ساعة ما انت قعدت جنبي وانت فاقرني مش لاقي ولا صاحب، راحوا فين؟ راح اسكت بقى. صلاح هشام يا معلم. ايه ده صاحبك بردك؟ امال ايه، صلاح هشام ده عارف ده اخويا اخويا. ايه ده انت ليك اخ اسمه دول؟ انا اول مره اعرف. وابن عمي ابن عمي يعني انا عادل سعيد يبقى اخويا اسمه صلاح هشام، زي اخويا يعني زي اخويا. دول سلم لي عليه. انت تعرفه؟ لا. اسكت خالص اسكت خالص. الو ابو صلاح، صباح الفل يا معلم. الو الو. طيب مشغول قوي، اصل هو راجل اعمال ناجح جدا، ده محتكر السوق كله يا ابني. انه سوق يا دولة ده؟ انا عارف. اصبر اصبر. الو ايوه. ها انا عادل سعيد. الو الو الو.
وانا رمزي. انت وراك حاجه يوم الجمعه الجايه؟ اعمل ايه؟ والله ما عارف يا رمزي اعمل ايه. طب بص بقى دولة بقى ابو الرماميز وافكاره، انت تروح تعزم صحابك اللي هناك دول همت، مش انت بتقول عليهم ان هم اصحابي جامد قوي؟ هم اصحابي زي ما انت شفت يعني، بستقبلهم ازاي، بيتكلموا معايا ازاي، لكن برضو يعني مش معقوله معرفه بقالها وقت قليل، مش بقالها كتير، ما اقدرش ادخلهم بيتي كده على طول يعني. بقول لكم يا رجاله، في النهارده واحد مخبر جه سال عليكم وعمال يتقص كده من شويه يعني، والمعلم عرف بالموضوع وبيقول لي ايه زحلقهم من القهوه عشان ما يعملوش اي قلق في القهوه يعني. جراد انت، انت قلت الذوق بتاعتك دي، انت والمعلم بتاعك ده يا امسك اعصابك. بتقول ايه؟ اسمع يا، ما تخلينيش اغوز لك انت والمعلم بتاعك واضيع فيك سهل الشباب في اللومات. ما تواديش، خلينا اغوزه اغوزه. طيب غد اطفعل اخنا، حتى حالة ضبط انت يا عم البكواج، ركب لك جلدة بقى يا دولة. اسمع كلامي زي ما انا بقولك كده، العنوان بيبان من جوابه يا دولة. بص الناس دولت انا ليا نظرة فيهم، الناس دولت محترمين وخدها مني. والله هو من ناحية محترمين فيمكن اول مرة تقول حاجة صح، فعلا محترمين محترمين يعني، ده بلا ادنى شك. كمان هتقول ادنى شك، كنت ايش عرف؟ بس كفاية خلاص، قلت محترمين خلاص. منورينا يا رجال. عدول انا فاكرك. افتح لي المطوى خلينا غشله. صاحبنا يا الله يخليكم. اهو فتح اهو، اتفضلوا بالكم مطرحكم. والله يعني انت حضرتك رايك ان انا اغير الكالون بتاع الباب؟ تغير الكالون؟ ده فتح من اول مفتاح على طول. لا لازم تغير الكالون. وبعدين ابو اخسه غلط، انت كده تتشقت العيال ولاد الحرام اللي مالهمش في الصنعه، ممكن يقسطوك وياخدوا السبوبه. افتح لي المطوى خلينا غزه. والله يعني مش عارف اقول لكم ايه، اتفضلوا يا جماعه انا مش عارف، متشكر جدا على النصيحه الغاليه دي، فعلا فعلا اصحاب يعني. الله يا دولة، الله شايف يا دولة الناس اللي قلبهم عليك، ده انت تاخدهم من ايدهم كده هون وتوريهم باب المحل بالمره. والله سلام. مزه واكل، واضح ان انت صاحب مزاج قوي يا دولة. لا ده انا بتاع المزاج كله بقى معلامه، وادي الاكل وادي الحاجه الساقعه. ايه ده، نسيوا يجيبوا الفتاحه بتاعه الحاجه الساقعه. بص بقى هروح اجيب لها لكم. ثانيه اثبت بعينك، ما تخلينيش حياه، ما تخلينيش اغزك. افتح لي المطبخ خلينا اغز. هتعمل ايه؟ اهو ما شاء الله دي. ما شاء الله حضرتك يعني مصبره مصبره. اسلم اسلم. يا سلام. ادى انتوا مربيين بسه بتبسبس هنا ولا ايه؟ لا لو سمحت دي المدام، بعد اذنك ما تغلطش. ها عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ انا قاعد مع اصدقاء الطفوله، ما صدقت اقعد مع اصحابي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، هو اني فيهم الراجل المحترم ده اللي هو كان متقدم لسناء، اني فيهم؟ ها سبسب، انا هروح اقول لسناء انه هنا. لا 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 لا، تقول لنا ايه؟ لا ده هو اصله خلاص اتجوز، انت عارفه دلوقتي البني ادمين المحترمين بقوا عمله نادره في البلد. طب شاور لي عليه عادل، اني واحد فيهم كده الطيب ده اللي هو اللي على الشمال خالص اللي عمال بيضرب في الفرخه ده، شايفه؟ اللي هو لابس المنديل بتاع الخدامين ده. يلا بقى خش بقى، خش بقى، عايز اروح له. طب اني واحد فيهم بقى اللي كان مقطع السمكه وديلها؟ اهو بصي، اللي مقطع ازازه الحاجه الساقعه ده، هو ده اللي كان مقطع السمكه، بس يظهر السمكه زيت ولا حاجه. عادل هو انت اصلا تعرف حسين فهمي؟ شفته قبل كده يعني؟ بقى بزميتك ده مقطع السمكه وديلها ده معفن. لا يا ماما لا، ده كان شبه حسين فهمي بس هو شويه حوادث حصلت له يعني. يلا خش بقى، عايز اروح لاصحابي بقى. يلا اكيد طبعا بقى، الواد ده اللي قاعد عمال يحف هناك ده اللي قاعد جنب رمزي، هو ده العلامه اللي كان بيطلع على طول الاول، اللي هو اسمه سامر بايت. هو برافو عليك، شفتي بيبان على طول من نضارته ومن طريقه اكله، هو بغباوته بسحنته يعني. يلا خش بقى، خش بقى. يلا بقى يا رانيا. الله انا مش كنت سايبك مع اصحابك. منورينا يا رجاله والله. خليك معايا. اهلا وسهلا.
انا قلت اجي اسلم على اصحاب عادل ابني. اهلا ازيك حكا. اهلا وسهلا يا ابني. حكا خدي افتحي لي المطوه دي نوبه ثواب. مطوه ايه يا ابني؟ حاجة ما تخافيش يا ماما، يعني هما بس بيجربوا كلمة حاجة عمرهم ما سمعوها قبل كده يعني. ف قفل وضبة ومفتاح، أكبر عصابة شقق في المنطقة، ولا وقعتوا؟ واحنا شفنا الراجل ده فين قبل كده؟ إيه ده معرفة؟ خد لا مؤاخذة افتح لي خليها مقفول. حضرتك قفل وضبة ومفتاح دول عصابة كبيرة؟ لا، قفل وضبة ومفتاح ورمزي ده رئيس العصابة حضرتك. دكتور تفضلوا تفضلوا. استنى الورك ده. يلا يا حبيبي يلا. هنشوفك انذر تايم مع الدور. مع السلامة، مع ألف سلامة. أنا أروح معاهم بقى. روح أنت اتكل على الله.